بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. لسه معاكم تالتة ثانوي في الفاينل ريفيجن جنرال اكزامز، جنرال اكزام 3، وكمان لسه معاكم في كتاب ذا بيست. ويلا بينا. One, parents should know how to their children. يعني هنا ينبغي على الوالدين والآباء انهم يعرفوا ازاي يربوا اطفالهم. طيب كلمة arise دي معناها ايه؟ arise دي معناها يظهر او ينشأ، ومعناها يحدث بتساوي happen، وهنا ديت مش هتنفع. طيب arise دي مكتوبة غلط يا شباب، هي المفروض كانت arose اللي هي يثير عواطف او يثير يعني رد فعل معين عند الناس. rise اللي هي تشرق الشمس او ينهض او يزداد، ودي ملاش علاقة بالموضوع. raise بقى دي هي اللي معناها ايه؟ يربي. طبعا ده من ضمن معانيها، لان ريز معناها يرفع، تمام، ومعناها يربي، وليها معاني اخرى. يعني ريز من ضمن معانيها يربي ويجمع وكمان يزيد. خش على تو. She is a dancer with long legs. She's ballet dancer. يبقى يا شباب على طول كده فاكرين الهايف ان احنا قلنا عليها الشرطة الواصلة، وطالما شرطة واصلة بتيجي هنا صفة مركبة. صفة ايه؟ مركبة، اللي هي اتنين مع بعض. يبقى long legged، منفعش long legged من غير ومنفعش جمع بعد الهايفن يا شباب، طالما الاتنين مع بعض مينفعش جمع اصلا. يبقى الاتنين دول طير انت. 3. We were so late that we had to drive fast to the time lost. احنا اضطرينا نقود بسرعة عشان نعوض الوقت اللي ضاع. يعوض يعني ايه؟ compensate. وطبعا ده حفظ ايه؟ حفظ كلمات. compensate اللي هو يعوض الوقت الذي فات. 4. Nitrogen is the most common element on the earth. العنصر الأكثر شهرة أو الأكثر يعني موجود بكثرة على الأرض is necessary for all life. طبعا مهم أو ضروري لكل أنواع الحياة. طيب هنا هنقول that ولا هو which whom. هو من الآخر جايب لك يلخبطك بين دول. طب يا مستر ما هي ويتش البديل بتاعها ذات، لانها بتمشي مع العاقل وغير العاقل. هقول لك ايوه، مفتاح الاجابه عندك ايه بقى؟ خلي بالك من دي ودي. دي كده اسمها ايه يا شباب؟ اسمها جمله وصفيه. جمله ايه سنه ثالثه؟ وصفيه. الجمله الوصفيه لا تاخذ ذات، لا تاخذ ذات، ما تاخدش ايه يا شباب؟ ذات اصلا. يبقى مش بقى عندك غير ايه؟ غير ويتش. هي دي الاجابه، واعرف الحتة دي كويس جدا جدا عشان دي جملة امتحانات. 5. The cards are examined at the company gate. ايه بقى اللي تفحصوا على بوابة الشركة؟ الجاز كاردز ولا البلاين كاردز ولا الميتر كاردز ولا ايدنتيتي كاردز اللي هي بطاقات الهوية. طبعا دي هتكون بطاقات اللي هي شباب الهوية اللي هي البطاقة، يعني البطاقة الشخصية. جون ايه بقى on that project all day. خلي بالك وهي still hasn't finished it، ولسه ما خلصش. يبقى مضارع تام مستمر. طالما شغال طول اليوم ولسه ما خلصش يبقى مضارع تام يا شباب مستمر. ومفتاح الاجابه ايه طيب يا مستر؟ all day. دي all day بتيجي مع مضارع تام مستمر وماضي تام مستمر، وقلنا هما وجهين لعمله واحده. 7. I admire my science teacher and try to copy her. She's a not model. عايز اقول لك قدوة او نموذج. خلي بالك بقى رول ولا رول؟ طبعا لا، هي تبقى رول موديل. ده حفظ تعبيرات ومصطلحات اللي هي رول موديل قدوة. طبعا رول التانية دي معناها قاعدة ومعناها يحكم، وبتيجي منها رولر حاكم او مسطرة، ورول اللي هي لف، ورولر اللي هي بكرة. طيب نمبر 9. My friend has a dog. Eyes are different colors. خلي بالك في دوج ده ناون اسم، وايز ده اسم، يبقى على طول خد هوز ملكية. دي ضمائر وصل يا شباب، relative pronouns، ضمائر وصل، وهنا ملكية. 9. The workers union، اتحاد العمال، is a 7% pay rise this year. اتحاد العمال بيطلب زيادة بقى 7%. claiming يدعي، demanding يطلب، دونيت يتبرع، اسكت سألة. يبقى هنا هنقول is demanding اللي هو يطلب. حد يقول لي طب ما خدناش اسكت ليه؟ هقول لك في is،
لو خدت is asked يبقى هو اللي بيطلب منه عشان هتبقى مجهول بقى. Our host not the soup to make sure it is not too salty. host اللي هو صاحب البيت او المضيف اللي هو بيستضيف الناس. طبعا تيست ما ينفعش لان هو مفرد. انت عندك اما تقول لي tests يا اما is testing. testing ما تنفعش. طب ايه الفرق بين الاثنين دول؟ هقول لك الفرق هنا الحاله نفسها. هو بيتكلم عن حاله ولا عن حركه؟ لا، هو بيتذوق دلوقتي بالفعل، يبقى هنا هنخليها فعل حركه وليس فعل حاله. يعني ايه الكلام ده؟ في حد هيقول لي يا مستر طب ما هي الحواس الخمسه بتيجي مضارع بسيط. هقول لك ايوه، لو قلت لي الشوربه نفسها تمام سميلز مثلا جود او وندرفول، انما هو بيتذوق هنا هو بيقوم بالفعل، يعني ده فعل حركه هنا يا شباب. بي نيوترال and not to show any political for or against any party. خليك محايد بقى، ما تبينش اي انحياز لاي طرف. طب انحياز يعني ايه؟ bias. انحياز يعني يا شباب bias. I have never eaten snack or snake meat. You ever tried it? طبعا ever دي مفتاح الاجابه. ليه؟ انت عندك على طول يقول لك have you ever، مضارع تام have you ايه ever. 13 ماهر is clever at objects from animal bones. يبقى ماهر ده هيكون بيعمل ايه بقى في الحاجات اللي من عظام الحيوانات؟ drawing بيرسم، digging يحفر بفاس، painting بيلون بالالوان، carving ينحت. وطبعا الاجابه هتبقى carving اللي هي ايه؟ ينحت، فن النحت اللي هي بتساوي sculpture. طيب 14 passengers المسافرون by law to wear seat belts ان هم يربطوا احزمه الامان. required طلبوا ولا are required طولبوا؟ الجمله مبني للمجهول، يبقى هنقول يا شباب are required. are ايه؟ required اللي هي دي. طيب هنا with the coming of television بظهور التلفزيون all the bass such as these of Robin Hood and King Arthur were reborn. تم إحياء إيه زي روبن هود؟ دي طبعا شخصيات قديمة بيعتبروها أساطير. طب أسطورة يعني إيه؟ facts ولا legends؟ legends طبعا، legends اللي هي أساطير. تم إعادة إحياء الأساطير القديمة زي الملك أرثر وروبن هود. طبعا poems قصائد وtimbles معابد. Don't leave your key in the car. ما تسيبش المفتاح في السيارة. اصحى يا ريس. Someone it. ليه بقى؟ حد ممكن يسرقها. Must steal. ده كده استنتاج مؤكد. Might احتمال. Should ينبغي. ده بنصيحة بقى، بينصحوا الحرامي يروح يسرق. Can't steal. لا يمكن. استنتاج منفي. يبقى هنقول هنا ايه؟ Might steal. Might steal. ترجمة بقى يا شباب من English إلى Arabic. Keeping fuel costs. طبعا fuel costs اللي هي أسعار أو تكاليف الوقود. Below the market price اللي هي منخفضة يعني عن سعر السوق. So for so long لفترة طويلة. Encouraged inefficient use شجعت الاستخدام غير الكف of energy للإيه؟ للطاقة. طبعا احنا عملنا لكم الحاجات المختلفة يا شباب عشان تفهموا ايه المختلف. هنا في اول واحدة اللي هي في التانية بيقول لك الاستخدام الامن، لا هو الاستخدام غير الكف. وهنا ان ارتفاع تكاليف الطاقة، وهنا بيقول لك بيلو مش مرتفع بعد انخفاض. وهنا بيقول لك الاستخدام برضو الامن. تمام، فهنا خلي بالكو الجمل كلمة الامن دي هنحذف الاتنين دول، وارتفاع يبقى دي كده هنحذفها، يبقى ان خفض تكاليف الوقود عن سعر السوق لفترة طويلة شجعت الاستخدام غير الكفء للإيه؟ للطاقة. يبقى احنا كده هنعمل 1 أو ألف هي الإيه؟ الإجابة الصحيحة. طيب 34 Egypt has already begun to modernize its economy and make it more competitive. طبعا competitive معناها أكثر تنافسية. Thus bringing down the public debt. The public debt اللي هو الايه؟ الدين العام. تعالى كده برضو احنا نشوف الاختلافات بين الجمل زي ما وريناها لكم. هنا بيقول لك بدأت مصر في تنشيط
تنشيط، لا ده هو بيقول لك مودرنايز تحديث، جاي من مودرن حديث، يبقى تنشيط دي كده ايه مش هتنفع. طب هنا تحفيز، ولذلك ارتفع الدين العام. خلي بالك بقى هنا تحفيز تنفي تمشي قصدي او تنفع، انما ارتفع لا، لان هنا بيقول لك برينج داون، يبقى هنا تقليل او تخفيض الدين الايه العام. طب هنا لقد بدأت مصر بالفعل في تحديث اقتصادها وجعله اكثر تنافسية، ونتيجة لذلك انخفض الدين العام. هنا إعادة تقييم، لا مش في إعادة تقييم، هو بيقول لك تحفيز أو تحديث قصدي، يبقى دي ما تنفعش. يبقى الإجابة إيه يا شباب؟ ليدر جيم، اللي هي دي ليدر جيم. انزل بقى على ترجمة من Arabic into English. بيقول لك تتوقع الحكومة من جميع المواطنين أن يكونوا إيجابيين فيما يتعلق بالقضايا القومية وليسوا مجرد متفرجين. برضو هنا قلنا الكلمات المختلفة من جملة للتانية، قلنا the government considers، طب considers تعتبر، وهنا بقول لك تتوقع، يبقى دي كده ما تنفعش. طيب the government expects، تتوقع اهي، بس هقول لك expect بتاخد طول مصدر ما فيش اي نجي فيها، يبقى دي كده غلط. طيب سي the government expects all citizens، يبقى تتوقع كل المواطنين to be positive، أن يكونوا إيجابيين to the national issues، للقضايا القومية and not to be just spectators، وألا يكونوا مجرد متفرجين. دي تنفع؟ طب هنا أن يكونوا إيه بقى؟ followers متابعين، يبقى احنا عرفنا الإجابة هتبقى إيه يا شباب؟ C. الإجابة letter C. 36 يقف الدستور ضد استغلال العمال بأن يكفل توفير شروط عمل عادلة والحماية من البطالة. طيب كلمة هنا the constitution معناها الدستور، stands against يقف ضد، the exploitation of the workers ضد استغلال العمال، by the guaranteeing أو by guaranteeing fair working conditions، طبعا هنا بتبني أو بيكفل اللي هي ظروف عمل عادلة، وفير هنا معناها عادل، وطبعا بتمشي بمعنى معرض في أماكن أخرى، عشان كده بنقول الترجمة حسب السياق، مفيش معنى الكلمة بدون جملتها ولا جملة بدون فقرتها. يبقى and guarding against unemployment، والحماية ضد البطالة، دي تنفع؟ تنفع. هنا بقى عملنا لكم طبعا الكلمات المختلفة عشان تفهموا. institution معناها هيئة أو مؤسسة، شوف الفرق، constitution institution ده دستور، ودي هنا معناها إيه؟ هيئة. طب عندك هنا fair اللي هي معناها أجر مش معناها عادل، ما تنفعش. وهنا بقول لك بقى against the exploration، ضد استكشاف العمال، لا ده هو بقول لك ضد استغلال العمال اللي هي إيه؟ exploitation. يبقى الإجابة إيه يا شباب؟ هي leader A. الإجابة هتكون دي معاها عشان مش ننساها، يبقى ليدر إيه. تعالوا بقى على جزء المقال يا شباب 37. جيم must have escaped from the pirates and saved himself. must here express، يعني must هنا معناها إيه بقى؟ بتعبر عن إيه بالظبط؟ necessity ضرورة؟ لا. obligation طب ما هي الضرورة والإجبار واحد. command أمر برضه لا. deduction استنتاج طب ايه اللي عرفنا يا مستر ان هو استنتاج؟ الجمله نفسها بتقول ان هو اكيد هرب من القراصنه وانقذ نفسه، مش بتامره ان يعمل حاجه. لو كانت ضروره واجبار لما اجي اقول لك مثلا you must study you must go، وغالبا اجبارها داخلي، خلي بالكم عشان تكونوا فاكرين ان must عكس have to، have to has to need to needs to اجبارهم خارجي، انما must اجبارها نابع من داخل الشخص. اوكي يبقى 38. which of the following sentences is correctly punctuated، يعني ايهم بقى مرقم علامات ترقيم صحيحه. مستر كمال، وبعد خلي بالك من الكوما دي عشان هنحتاجها، the school master او head master مدير مدرسه كوما is in favor of using computer at school، الجملة دي تنفع؟ تنفع.
طيب مستر كمال، the school headmaster is in favor of using the computer at school من غير الكوماتين اللي جوه، خلي بالك. يبقى دي كده ما تنفعش، وهقول لك ليه دلوقتي. طب مستر كمال هتلاقي هنا في كومة واحدة، برضه الجملة دي ما تنفعش. طب هنا بقى مستر كمال وبعدين جايب الكومة فين؟ في النص، برضه كومة واحدة، هنا كومة واحدة في الأول وكومة واحدة فين؟ في النص. يا شباب طالما الجملة دي مقسمة إلى ثلاث جمل فدي اسمها جملة وصفية. فاكرين ضمائر الوصل معاكو اللي هي في الوحدة الحداشر في منهجكو الجديد؟ ضمائر الوصل بتقول لك الجملة الوصفية لابد أن تكون بين تو كوماز، فصلتين، لا يمكن حذفها من الجملة ولا تؤثر على ما تبقى من معنى. يعني ينفع تقول لي مستر كمال is in favor of using the computer، دي اسمها ايه؟ وصفية. يبقى لازم كومة قبلها وكومة بعدها، وطبعا دي الإجابة الايه؟ الصحيحة لهذا السؤال. عندك هنا بيقول لك to draw the reader's attention. draw هنا مش معناها يرسم، معناها يجذب بقى، خلي بالك من المعاني، لأن القاطرة اللي بتجر القطر وراها اسمها drawer، عارف كده؟ يبقى هنا لتجذب انتباه القارئ، ودي أبوستروفي اس الملكية، معايا حفيدة عائشة عشان كانت بتناقشني فيها من شوية. يبقى ذا of the essay should be brief and clear. خلي بالك بقى عشان تجذب انتباه القارئ دوت ايه اللي لازم يكون في المقال بتاعك؟ قصير وواضح. body جسم المقال، introduction المقدمة، details التفاصيل، conclusion الخاتمة. لا، اللي هيجذب الناس هو المقدمة اللي هي ايه؟ introduction. 40 a is a connecting word that clarifies the relationship of words or ideas. ايه بقى اللي بتيجي بين طبعا اللي بتيجي توضح هنا العلاقة بين الكلمات او الافكار دي؟ هتكون ايه؟ ثيم موضوع، تون النغمة، ترانسيشن اللي هي رابط سيمبل الرمز، وطبعا دي هتكون ايه؟ ترانزيشن. ترانزيشن ومعاكو تالتة ثانوي ثيرد سكندري، لسه في جنرال اكزامز، هندخل على جنرال اكزام 4. تعال نقول 1 if we all إيه بقى؟ a small contribution، استهامات أو مساهمات صغيرة. we will be able to buy my mother a good present، هنشتري لأمنا أو هنقدر يعني نشتري لها هدية جميلة وجيدة. طب contributions دي يا شباب بتاخد do ولا make ولا cause ولا allow؟ طبعا لحافظ تعبيرات وحروف جر دايما بنقول خلي بالكم الاكسبريشنز والإيديومز، لأن دي مهمة جدا. make contributions. there are scholarships available for first year medical students، لطلبة السنة أولى طب. so a medical education is expensive، لأن هنا التعليم أو لذلك التعليم الطبي طبعا غالي. طبعا هنا خلي بالك scholarships available، scholarships دي هتاخد a few، a little، little much، much وليتل قليل الكمية، وقليتل قليل ويكفي، دي قليل ولا يكفي، ودي ماتش كثير للكمية. التلاتة أصلا كمية، الوحيدة اللي هي إيه؟ عدد اللي هي a few اللي هي قليل العدد ويكفي. لو كان مفيش a كانت تبقى قليل ولا يكفي. 3 the National Society for the Prevention of Cruelty to Children اللي هي اختصارها يا شباب NSPCC، اللي هي National S society P prevention منع القسوة cruelty للأطفال children. ما لها بقى المنظمة دي؟ cases القضايا of cruelty to children، قضايا العنف ضد الأطفال. يبقى المنظمة دي demands بتطلب insults اللي هي معناها تستشير، اللي هي معناها أو تساعد يعني، violates اللي هي ينتهك حرمة أو يغتصب، ولا investigates بتحقق في القضايا العنف. هناخد طبعا investigates لأن الجملة هي ماشية مع الكلمة دي، ودي الإجابة الصحيحة investigates. طب I don't need your help. I don't إيه بقى need your help؟ any your help مش جاية، any of your help يبقى I don't need any of your help. طب حد يقول لي يا مستر مش خدنا ليه some وليتل؟ أقول لك some ما بتجيش في النفي، any بتيجي في النفي والإيه والسؤال.
وليتل كمان بالمناسبة ليتل دي نفي، خلي بالكوا بقى، ليتل وفيو اللي هي قليل العدد وقليل الكمية لا تأتي في النفي. لا تأتي فين؟ في النفي. ليه يا مستر؟ لأن هم أصلا نفي، ما هي دي قليل ولا يكفي العدد، ودي قليل ولا يكفي للإيه؟ للكمية. يبقى فيو ليتل ما تجيش في النفي، خلي بالكوا. يبقى صم إثبات عرض طلب، هنا any of دي الإجابة. In spite of careful search، بالرغم من البحث المعتنى به أو المنظم أو الحريص، no trace of the real murderer has been found، مفيش هنا أي تريس يعني خيط يربط بشخصية القاتل الحقيقي. طب شخصية أو هوية؟ identity، identity، من غير ما نكمل identity. he the movie and therefore he didn't want to go with us، خلي بالك. يبقى هو ايه الفيلم وبعد كده مرضيش يخرج معانا. يبقى so has seen had seen will see. شوف الجملة دي didn't want، يبقى هنا في ترتيب احداث، يبقى had seen لان ده ماضي تام وبعد كده ماضي ايه بسيط، ترتيب احداث. 7 My sister is very she paints بترسم makes sculpture بتعمل تماثيل منحوتة and designs textiles وكمان بتعمل تصميمات. يبقى أخته دي إيه بقى؟ deceptive مخادعة، talkative متكلمة ولماضة يعني، creative مبدعة، وdecisive برضو معناها ماكرة. يبقى هناخد اللي هي إيه بقى، موهوبة أو اللي هي creative مبدعة. I have seldom met people who are as clever as that، يعني نادرا ما قابل ناس ماهرة زي كده. I have seldom met a clever people، خلي بالك بقى، have seldom نادرا اللي هي بتساوي have never، seldom هنا بتساوي never، يبقى هيتبعها ايه على طول such. وايه اللي خلاك كمان تتأكد بقى من اجابتك وتقول انا متأكد من اجابتي؟ ان clever هنا دي صفة درجة اولى، صفة درجة ايه؟ اولى. يبقى such بيتبعها صفة درجة اولى. طب تو يا مستر، تو دي لازم عايزة قاعدتها، ليه قاعدة تو دي وبعدين صفة سلبية وبعدين تو التانية اللي بيتبعها تو المصدر. طب enough، enough بيجي قبلها الصفة وبيجي بعدها الاسم وبعد كده تو المصدر. طب سو، سو ليها برضو قواعدها، عايزة سو صفة ذات، وهنا مش في حالة من الحالات دي. 9 the teacher said that رضا from the company the week before، تالتة ثانوي. شفت لي كلمة week before أو month before أو year before، أي مدة زمنية before، أعرف إن الجملة دي هتاخد ماضي تام. ليه؟ لأن الجملة دي هنا متحولة إلى غير مباشر، وbefore جاية أصلا من الماضي، يبقى تحول درجة كمان للماضي الإيه؟ التام. خلي بالك بقى، رضا هو اللي had fired، عندك اتنين ماضي تام بقى هم، اختار بينهم. had fired و fired هنا معناها يطرد او ينطرد، بمعنى صح انطرد او انفصل من الشغل. يبقى رضا دوت طرد من الشغل، بل هو طرد يعني هو مبني للمجهول. ايوة كده، يبقى هنقول رضا دوت had been fired يعني طرد. ولاحظ ان fired هنا معناها طرد، مش ضرب بالنار ولا انضرب بالنار ولا يشعل نار. وتحياتي يا تالتة ثانوي. وادخل على اللي بعده. 10 learned to fish he rarely went fishing، اصلا من غير ما تكمل ايه الرابط اللي بيجيب عندك تصريف تالت على طول؟ هو having على طول في المضارع في الماضي التام، having يتبعه تصريف كام؟ تالت على طول. ولو الجملة ماكرة بقى كنت هتلاقي في بين، يعني هتلاقي هنا بين وتصريف تالت لما تيجي مبني للمجهول. امال افتر يا مستر؟ افتر هو وان هيتبعهم اي ان جي اللي هو جيراند لو ما كانش فيه فاعل. في فاعل يبقى افتر دي هيتكمل بعدها جملة ماضي تام عادية جدا. وين زيها طبعا، وين لها قواعد كتيرة جدا بقى اللي احنا بنقول عليها حرباية القواعد، بتمشي مع كل القواعد وعكسها تقريبا. 11 The factory has been more since we put a new automatic machines. المصنع بقى ايه لما جبنا آلات أوتوماتيكية جديدة؟ protective واقي وحامي، informative إخباري،
برودكتيف انتاجي فروتلس اللي هو غير مثمر. يبقى على طول اجابه واضحه يا شباب اللي هي المصنع اصبح اكثر انتاجا، برودكتيف برودكتيف. مستر سيد هاد ريد سام ستاتستكس، هي هاد ليرند سام انترستينج ثينجز. الراجل دوت اتعلم بعض النظريات الاحصائيه والحسابيه اللي منها بقى اتعلم كمان بعض الاشياء الشيقه والجميله. فروم هوم، طب ما هي هوم ديت مش مفعول عاقل. فروم ويتش، لان دي غير عاقل. فروم هوز ملكيه، مفيش اسمين هنا. ات ويتش فيها، لا هو هنا هنقول فروم ويتش والتي منها تعلم، لان احنا اصلا خلي بالكم بقى يا شباب من الحته دي، ده ضمير وصل. حرف الجر فروم ده جاي مع مين؟ مع تعلم بقى، اللي هو يتعلم من، ليرن فروم، فهو جايب الصيغه دي منها تعلم كذا. طيب 13 the walls of the cave، جدران الكهف، have been since accident او ancient times بقى. ancient times العصور القديمه، العصور السحيقه، العصور الغابره، حسب ما تحب تترجمها احنا معاك. طيب الناس هنا بقى، دج يحفر بفاس، دج حفر طبعا، كارفد نحت تمام، وعندك هنا engraved اللي هو قبر، ولا بوس بي وسي. طبعا هو الاثنين دول بيمشوا بمعنى الحفر والاثنين سوا، يبقى هناخد ايه؟ دي. وطبعا في الامتحان اللي فات كان في كلمه اللي هي كان سايلنت وميوت، فالاثنين واحد يا شباب، الاثنين كانوا واحد. معلش بقى العتب على النظر معانا. 14 جاك هازنت ليفت سكول يت، جاك لم يغادر المدرسه بعد، بات هي ات باي ذا تايم هيز 19. خلي بالك بقى باي ذا تايم دي هي الاجابه. ليه؟ باي ذا تايم هي از كذا ديت مستقبل تام على طول. طب مستقبل تام ويل هاف وتصريف كام؟ تالت. يبقى هناخد الاجابه بي، ويل هاف وتصريف كام؟ تالت. 15 ذا بوكسر بيجان ذا فايت، بوكسر هنا معناها المقاتل او المصارع، الملاكم قصدي، الملاكم، مصارع اسمها ريسلر. يبقى الملاكم دوت بيجان ذا فايت، بدأ القتال سترونجلي بقوة، بط بيجان تو ويكن، بدأ يضعف بقى، ان ذا فيفز في الجولة الخامسة. جولة يعني ايه من غير ما تقرا كل الكلمات دي؟ راوند. جولة يعني يا شباب راوند. اخر جوه سؤال هنا، ار يو كامينج تو ذا بارتي تومورو؟ اي هوب نوت، اي هوب نوت، اي هوب تو فور ذيس. طبعا دي من كلمات الوحده الخامسه، هوب من الافعال بقى قصدي اللي يتبعها تو المصدر، هي بتساوي اي هوب اي كم، اي هوب قصدي تو كم، او اي هوب اي ويل كم. هوب يتبع ويل والمصدر، يا اما تو والمصدر. تعالوا بقى على سؤال الترجمه من انجلش انتو عربيك، بيقول لك ذا جوفرمنت الحكومه هاز ادوبتد، وشباب ثالثه ثانوي وبنات ثالثه ثانوي. تلاقي هاز وتصريف تالت في جملة انجليش، يبقى اعرف ان الترجمة فيها لقد بالعربي. لقيت الترجمة في العربي فيها لقد، يبقى جملة الانجليش مضارع تام، have او has past participle. يبقى some reforms اللي هي بعض الاصلاحات، to improve the efficiency، efficiency اللي هي كفاءة، بعد ايه بتاعت of government spending للانفاق الحكومي، and tax collection وجمع الضرائب. احنا طبعا برضو بينا لكم الايه الميستيكس الموجوده هنا، في اصلاحات واصلاحات، دول كده متفقين، بس هنا عيوب الانفاق مش قال لك كده، ده قال لك هنا لتطوير كفاءه الانفاق الحكومي. يبقى عيوب ما تنفعش، كفاءه تنفع. هنا تبنت الحكومه بعض السياسات، لا بعض الشروط، لا. يبقى الاجابه الصحيحه هي ليدر بي. ليدر ايه يا شباب؟ بي، اللي هي الاجابه رقم باء دي، باء باء دي. وربنا يهدي ولاد الجيران. ونخش على رقم 34، بقول لك هنا reducing energy subsides will certainly result in freeing up resources for health and education. خلي بالك هنا برضو في بعض الاختلافات. عندك هنا ان تقليل دعم الطاقه سوف يؤدي بالتاكيد الى تقليص الموارد، لا ده فرينج، تحرير، تحرير الموارد. طب تقليل دعم الطاقه من المحتمل، لا ده هو هنا بيقول لك فين سيرتينلي، اهي
ده certainly معناها بالتأكيد، يبقى دي ما تنفعش. طب إن تقليل دعم الطاقة سوف يؤدي بالتأكيد إلى استغلال الموارد؟ لا، مش بقول لك كده، تحرير الموارد، تحرير. يبقى طبعا الإجابة هي يا شباب رقم د، إن خفض دعم الطاقة سيؤدي بالتأكيد إلى تحرير الموارد للصحة والتعليم. نعمل عليها بقى إيه؟ علامة عشان نوضح. 35، لقد جعل استخدام التكنولوجيا الحديثة ممارسة التحدث الفعلي أكثر عملياً لمتعلمي اللغة الثانية في جميع الأعمار. تعال كده شوف الإنجليش. أولاً هنا بقول لك they used، طب ما هي used ده مستعمل، ما تنفعش أصلاً، يبقى مش هنكمل قراءة الجملة دي. طب they use، وخلي بالك من الحتة دي، use معناها استخدام، use ده فعل بمعنى يستخدم، نفس الفعل كلمة. هنا اسمها يوس لان دي هنا ناون اسم استخدام، انما فعل بتيجي بمعنى يستخدم بننطقها يوز، يبقى the use of modern technology. طبعا خلي بالك هنا بقول لك ايه، لقد، يبقى لازم تلاقي الزمن ايه، مضارع تام، has made it more practical، يعني جعل هنا الممارسة اللي هي for second language learners لمتعلمي اللغة التانية of all ages، اللي كل الأعمار أو من كل الأعمار، to actually practice speaking، اللي هي إيه، اللغة ممارسة التحدث الفعلي. دي تنفع؟ آه. هنا بقول لك طبعا language teachers لمعلم اللغة، لا هو بيقول لك لمتعلمي اللي هم المتعلمين مش teachers، وهنا بقول لك all cages أقفاص مش أعمار، يبقى بالتالي الإجابة الصحيحة يا شباب هي letter B، letter B اللي هي هتبقى دي. 36، لتقليل حوادث الطرق يتم فحص المركبات بشكل منتظم ويتم فرض قواعد المرور بصرامة خاصة فيما يتعلق بحدود السرعة. برضو عملنا لكم الاختلافات، أول واحدة to reduce street accidents، طب هو مش قال لك شوارع داخلية، ده قال لك طرق، يبقى دي كده ما تنفعش. طب to reduce road accidents، vehicles are regularly inspected and traffic rules are rigorously enforced particularly with regard to speed limits، اللي هي حدود السرعة. الجملة التانية دي تنفع. هنا بيقول لك في ايه بقى، regularly inspect، يبقى السيارات والمركبات تفحص، انما هنا تفحص مبني للايه، المجهول. خلي بالك من الحتت دي يا مستر، هي الترجمة فيها قواعد، كل حاجة داخلة في بعضها يا شباب، اللغة مترابطة ببعضها دايما. وهنا بقول لك speed barriers، حواجز وعقبات السرعة، لا الجملة ما بتقولش كده، يبقى احنا عرفنا برضو ان الإجابة بتاعتنا هتكون ب، اللي هي الإجابة دي. تعال بقى على جزء المقال وتشوز number 37، which of the following sentences has the correct structure، اي جملة من دول فيها التركيب الصحيح. تعال نشوف كده، the athlete، وفي كوما، برضه هنا prepared well، المستعد جيدا، كوما، is expected to get a medal. الجملة دي تنفع؟ تنفع. لاحظوا حاجة، ان هو اولا نسي يعمل في كل دول الفول ستوب، او اللي بنسميها period عندكم السنة دي، فول ستوب او period كل واحد، فدي هنا كده غلطة مطبعية يا شباب، معايا حفيدة عائشة، عشان الأباستروفي إس الملكية، طبعا بيبقى فيه غلطات واردة في الكتاب. طيب عندك هنا هنشوف الإجابات، the athlete who prepared well، كومة واحدة ما تنفعش، وهنا كومة واحدة ما تنفعش، نفس الفكرة اللي كنا قلناها قبل كده، دي جملة استطرادية بغض النظر بقى عن النقطة، يبقى الإجابة إيه؟ يبقى الإجابة هتكون إيه، دي ليدر A. طيب 38، which of the following sentences، أي من الجمل التالية is rightly punctuated، يتم أو هنا معمولة punctuate، علامات ترقيم صحيحة. مستر شادي، كوما، who teaches us English، مفيش كوما هنا، ما تنفعش، عشان برضو دي جملة وصفية ومعلق عليها معرفش ليه. طب مستر شادي who teaches us English has become the school headmaster، ممكن.
طيب مستر شادي who teaches us English has become the school headmaster. طب ايه الفرق بين الاتنين دول بقى؟ خلي بالك شوف الفرق ايه. انجلش هنا سمول وانجلش هنا ايه كابيتال فقط لا غير. مستر شادي who teaches us English كوما كوما واحدة من غير ما تكمل مش هتنفع. ولاحظ حاجة بقى ان مستر شادي في كل دول كان المفروض يضع برضو هنا ايه بعد الاختصارات فول ستوب، دي علامة ترقيم، انما هو مش كتبها فبرضو هنعتبر دي عادي غلطة مطبعية من الايه الكتاب. يبقى الاجابة الصحيحة ليدر كام؟ ليدر سي يا شباب، ليدر سي اللي هي الاجابة دي، ليدر سي. ندخل بقى على السؤال 39. بقول لك ان اني سي اباوت هاو تو اتشيف سكسس ات ورك، في مقال عن كيف تحقق النجاح في العمل. Which of the following sentences اي من الجمل التاليه could be a conclusion خاتمه. انا عايز اخلي بالكم خاتمه عن ايه؟ كيف تحقق النجاح في العمل. عندك هنا ensuring that you have health insurance، تاكد ان عندك تامين صحي، ايه علاقته بالموضوع ده؟ طب doing hard الأداء بجد and well organized والمنظم والعمل المنظم، ده تنفع. طب keeping work place clean and neat، خلي مكان شغلك نظيف ومنظم all the time، يعني هو بصراحة كويسة بس في ناس برضو بتنجح يعني من غير ما هي اللي تشتغل في النظافة. asking others for help، اطلب مساعدة الآخرين and guidance all the time، لا مش هتنفع دي. يبقى يا شباب الإجابة هي B. تمام، وغيرنا القلم يا شباب، أي خدمة هتبقى B. انزل على 40 بقى. is short for electronic mail، الإيميل الإلكتروني خلي بالكوا ودي اختصار إيميل، أصلا هو اسمه أصلا إيميل اللي هو electronic mail، إيميل إلكتروني. اختصار الإيميل احنا قلناها خلاص، هنقول ايه تاني؟ هي اسمها ايه؟ إيميل. اسمها ايه يا شباب؟ إيميل بس خلاص. اوكي، تالتة ثانوي، تانية سنة تالتة، ما تنسوش سبسكرايب، تفعيل الجرس، خليكم جدعان معانا، احنا بندعي لكم وربنا يوفقكم وينجحكم ويحقق كل احلامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر محمد الجاهز.